يحيي اليابانيون الذكرى الرابعة لزلزال وكارثة التسونامي اللذين تسببا في مقتل أكثر من 18,000 شخص، بالإضافة إلى فقدان الآلاف أيضا، حيث ضرب في مثل هذا اليوم من عام 2011 تحديدا أسامة، في عام 2011 زلزال اعتبر الأعنف من نوعه في المحيط الهادئ، واجتاحت معه أمواج تسونامي مدمر سواحل اليابان مخلفة خسائر مادية وفادحة. وضرب التسونامي أيضا محطة فوكوشيما النووية متسببا في أسوأ حادث نووي منذ كارثة تشيرنوبل، ولم يتمكن حينها رجال الإطفاء من منع انصهار مفاعلات المحطة.